أجدادي أجدادي الغاليين وحشوني، لما قريت عنهم عجبوني وبقوا صحابي جوا كتابي، وبقوا صحابي جوا كتابي. نفسي أشوفهم يوم بعيوني، نفسي أشوفهم أعمل إيه. خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، وحسافر في الزمن الماضي واجحكيلكم بالتفصيل. وتسافر في الماضي ازاي؟ بالاوتوبيس ولا ترماي؟ اوتوبيس ايه؟ ترماي ايه؟ اوتوبيس ايه؟ ترماي ايه؟ ده انا عندي البنورة يا بيه، بنورة النورة المصفورة، افتحها واشوف اثرات ومعالم مشهورة عمرها بالوف. اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الفصورة، اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الفصورة زي المألوف. الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة. كلمة سر تدوس على الزر، كلمة سر تدوس على الزر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر، واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. أسجل اللي أشوفه وقابل جد وخوفه وجد عمرو لما نزل في اسكندرية، منفي وطيبة أرض الطيبة، منفي وطيبة أرض الطيبة، إحنا ولادها وهي حبيبة. طلع على سينا وانطار الجيش الهكسوس، واتشرف بمقابلة مينا في سراي مينا في أبيدوس. ناخد مع بعض وندي والدور بينا مناقشات، وامضي على ورقة بردي في سجل التشريفات، وكمان عالسكة حمر على قصر شجرة الدر، على قصر شجرة الدر. الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة. كلمة سر تدوس على الزر، كلمة سر تدوس على الزر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر، واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. كانت أيام جدودنا كانت بقى.
عرفيتوها حترجعوها للناس منارة. بجهودكم انتم يا ولاد راح يرجع مجد الأبداد، راح يرجع مجد الأبداد. ايه ده؟ انا شفطه وانت شفطه؟ انت كده ليه؟ تسمح يا استاذ؟ اسمح ايه؟ ممكن اخد دي؟ تاخد دي؟ البنوره المسحوره؟ انت فاهمها لعبه؟ لا، ما هو علشان افرج عليها الاولاد في البيت. اصلا انا دايما احكي لهم عنها وهم بيحبوها خالص ونفسهم يشوفوها. ما بيشوفوها في التلفزيون. ما هما بيشوفوها في التلفزيون، بس هما نفسهم يشوفوها على الطبيعة كده زي كده. يعني تاخدها بقى انت شوية البيت، وده ياخدها البيت شوية، ويجيبوها شوية وحاجات كده. لعبة بقى. اتفضل اتفضل، شيل الحاجات دي واطلع. اتفضل شيل القهوة اللي ما شربتهاش. تاخدها البيت، قال ياخدها البيت. عايز ياخد انت بتنح ليه؟ اتفضل. صوري يا عزه، دسوقي عايز ياخد البنوره المسحوره البيت اللي يتفرج على الاولاد. عزه، انا النهارده يا عزه عايز اقابل جد الملك الفيلسوف اللي دعا الى وحدانيه الاله. يعني حضرتك عاوز ترجع بالزمن 3354 سنه وعيش في طيبة سنة 1369 قاف ميم. اسمك ايه؟ أوي. أوي اسم جميل أوي. طب خدي أوي. ايه ده؟ ده شيكولاتة. اسمها شيكولاتة؟ اسمها شيكولاتة، بس لازم تنطقيها على بعضها. شيكولاتة شيكولاتة. خدي. قولي لي اسمك ايه؟ اوي. قولي لي يا اوي، هو قصر الملك فين؟ ما اسموش قصر الملك. امال اسمه ايه؟ اسمه قصر مباهج الافق. مباهج الافق. جميل قوي. هو فين؟ اهو القصر. اللي هناك ده؟ هتلاقي الملك والملكه جوه. برافو برافو. طب عن اذنك يا اوي. وضحكت عليه وراح للحرس برجليه. يا ساده، انا لغيت الفكره من اصله خلاص. ارجوكم بقى تسيبوني. هو دخول المعبد زي خروجه يا سيد. الله، طب ما انت حلو وبتنكد اهو وظريف وقلبك طيب. ما تسيبني بقى اعمل معروف. سيبني اعمله معروف. سيبوني بقى، سيبوني سيبوني. ايه؟ لا مش هتمشي. ايه؟ هنسلمك لكبير الكهنه. انا مش عايز كبير الكهنه، انا عايز اقابل جلاله الملك. انا عايز اقابل جلاله الملك. انا عايز اقابل جلاله الملك. يا ناس حرام عليكم. الملك عايز يضحي عبادة أبوه. واحنا الكهنة نروح فين؟ ده شغلتنا اللي بناكل منها عيش. عشان كده مش ممكن نسكتوا. انتوا مسيرة وديني على فين بس؟ أنا عايز أفهم يا أخي. ما تسيبني تراخي. الله، مسكت كده ليه؟ سيدي كبير الكهنة، إحنا قبضنا على الراجل ده وهو بيحوم حوالين المعبد. أنا ولا كنت محموم ولا حاجة، أنت بتقول كلام إيه؟ إيه؟
مين وعايز ايه؟ انا عمرو فؤاد وعايز اقابل جلاله الملك. ليه؟ عشان اقول له الفزوره. انت فاكر ان مقابله جلاله الملك سهله؟ سهله طبعا. هو راجل ديمقراطي وبيمشي من غير حاشيه ومن غير حد ابدا حواليه. كده؟ كده. حرصوا عليه واوعى يفلت من ايديك. ايه رايك في المخلوق الغريب ده؟ سيبه يدخل، اذا كان فيه خير يبقى احنا اصحابه، فضل اننا خليناه يقابله، اذا كان فيه شر يبقى خلصنا منه. هما بيتوششوا على ايه؟ بيقولوا ايه؟ هاتوه تعالوا ورايا على قصر مباهج الافق. هاتوه تعالوا ورايا. أيها الإله الأحد الذي لا شريك له إلى الأبد، يا من خلقت الأرض والناس وحدك، أعاهدك أن أقضي على عبادة الآلهة المتعددة وأجعل الناس يعبدونك وحدك. ملكة مصر العظيمة حزينة ليه؟ يا ترى انت حزينة علشان احنا عايشين زي الفقراء المساكين؟ لا، انا عارفة ان الملك مش لينا، الملك لله، وعارفة ان الانسان علشان يكون انسان لازم يعيش زي باقي الناس. هي دي الأفكار اللي اتعلمتها منك واقتنعت بيها. لكن انت حزينة ليه؟ خايفة عليك. خايفة عليا؟ من ايه؟ من كهنة أمون؟ أكيد هيدبروا مؤامرة ضدك. الله الواحد، الله الحق، هو اللي هيساعدني وينصرني عليهم، لأنه مع الباطل وأنا مع الحق. ارفع راسك، الإنسان ما ينحنيش للإنسان، الإنسان ينحني لله وحده اللي خلقه وسواه. اخرج. طب بس انا همشي، همشي على طول، همشي. يا ناس حرام عليكم. ايوه. ايه حكايتك ايه يا غريب؟ اولا يا مولاي انا مش غريب، انا واحد من احفادك اللي هيعيشوا على ارض مصر بعد الاف السنين. قريت تاريخك يا مولاي وعرفت افكارك واعجبت بيك وحبيت اشوفك، اتمنيت اشوفك وشفتك. وعايز ايه؟ انا يا مولاي، طب شويه بس شويه، انا جاي يا مولاي، جاي علشان احذرك. ايه؟ حذرني؟ احذرك يا مولاي في السنه السادسه من حكمك بالتحديد، في ناس يا مولاي معينين هيتامروا عليك، بس انت يا مولاي بذكائك وحكمتك وايمانك بالاله الواحد هتنتصر عليهم انتصار كبير جدا، وهيستمر حكمك السعيد لمدة 16 سنة وكسور. وجبت الكلام ده منين؟ من الفزورة يا مولاتي. أقرالك مكتوب إيه؟ اقرأ. كان يا مكان يا زمان، كان في ملك إنسان عايش على أرض طيبة، في قلبه حب وطيبة وإنسانية وحنان، ملك عظيم الشان، لا عنده ألف نيشان ولا تاج ولا صولجان ولا حرس ددبان ولا أبهة وهيلمان. كان الملك إنسان يضحك مع الأطفال والفلاحين في الغيطان، ويمشي وسط الناس يمشي بلا ددبان، ويقول لهم يا أهل مصر يا ناس، أنا منكم واحد وكلكم واحد، أولاد وطن واحد، وربكم واحد، هو اللي خلق الأرض والسماوات والشمس
والإنسان. توتا 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 آلي آلي الحدوتة من ضمن آلاف الحواديت. بكرة معدنا مع أجدادنا حيكون بينا كلام وحديث. والفصورة في البنورة الفصورة في البنورة من يوم واحد إلى تلاتين هنشوفها 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 والشاطر فيكم الشاطر يعرف كنت بكلم مين 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 وهو ده المطلوب يا ولاد. Yeah.